انه ادم عليه السلام خاصة من عمره التي نموت عليه السلام في دوله 40 عام. هذا في شيء في الموضوع الاول، يعني هل يصلح مثلا شبهة او كذا موضوع اليسار بكلية او بعين او انه اعطاه من عمره 40 سنة مثلا؟ اي نعم. اولا هذه قضية بين انبياء، هذا اولا، فلا يقاس الناس على الانبياء. ثانيا ليس له علاقة في ذلك ابدا. ليش؟ لان هو يحسن اليه الى ولده بشيء ليس فيه ضرر بنسبة لنفسه. نعم انت شو قلت؟